في سوهاج دشنت وزارة الشباب والرياضة حملة شعارها شباب بهوية وطنية. وفي سوهاج عقد اللقاء التنسيقي الأول لحملة بشبابها لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، مع توسيع قاعدة الشباب في الاستحقاقات القادمة لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية. من هنا التفاصيل وأوفى مع زميلين خالد المشنب وساهر المنتصر. دشنت وزارة الشباب والرياضة حملة بشبابها تحت شعار شباب بهوية وطنية، المنطلقة من فكر وتنفيذ شباب مصر لتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة، توسيع قاعدة الشباب في الاستحقاقات القادمة لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية، إيمانا بأن الشباب هو قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار. النهارده مديرية الشباب والرياضة بتشرف بالسادة القائمين على التنظيم المركزي لحملة بشبابها اللي بتنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. حملة بشبابها بتسعى لتثقيف الشباب وإحاطتهم وإلمامهم بأهمية المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة، أولها رئاسة الجمهورية وما يليها بعد كده من الاستحقاقات الخاصة بالانتخابات المحليات. حملة بشبابها بتهدف التعريف للشباب بأهمية المشاركة السياسية في الانتخابات والإدلاء بالرأي لتمثيل الشباب في هذه الانتخابات والإدلاء بالصوت لإعلام المواطنين سواء في الداخل أو الخارج بالوعي والخاص بالشباب المصري في أهمية المشاركة في هذه الاستحقاقات. حملة بشبابها بتدعو لمشاركة الشباب شباب مصري بهوية وطنية دون التحيز لأي من المرشحين المتقدمين لرئاسة الجمهورية، ولكن في النهاية الأمور المتعلقة بما يحاك بالدولة المصرية ده اللي من خلاله بنسمن على وعي الشباب في أهمية المشاركة واختيار الرئيس اللي يمثلهم على قدر المسؤولية والإحساس بالأمن والاستقرار المنشود إن شاء الله في المرحلة القادمة. عقد الاجتماع التنسيقي الأول بحضور قيادات مديرية الشباب والرياضة ومنسق تنظيم الحملة بمشاركة 200 شاب أعضاء محاكاة برلمان الشباب والشيوخ والكيانات الشبابية. استهدف اللقاء مع الحاضرين أهمية دور مشاركة الشباب في الاستحقاقات الانتخابية بدون توجيه لأي مرشح، وذلك لإبراز الدور الإيجابي لشباب مصر في ممارسة دوره الانتخابي الديمقراطي بإيجابية. جدير بالذكر أنه سيتم تدشين هيكلة منسق المحافظات للإعلان عن الحملة بكافة القرى والمراكز الإدارية والهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الدولة وأهمية التثقيف السياسي لهؤلاء الشباب. النهاردة كان مديرية الشباب والرياضة بتستضيف منسقي الحملة المركزيين، وكان من هؤلاء الحاضرين الأستاذ محمد محمود رئيس برلمان شباب مصر، الأستاذ وليد البكري منسق التنظيم المركزي بالحملة، الأستاذ ماجد ميخائيل منسق التنظيم المركزي بالحملة. والنهاردة طبعا كانت في ديوان مديرية الشباب والرياضة بقاعة الاجتماعات الكبرى، وكان بيشرف بحضورها الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة برعاية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم الوطني، ودايما توجيهات ومعالي اللواء الوزير المحافظ طارق الفقي. بإذن الله في القريب العاجل هيبدأ في بداية انطلاقة لهذه الحملة على مستوى المراكز الإدارية والقرى والنجوة بمحافظة سوهاج ومراكز الشباب بصفة عامة. جدير بالذكر أن مراكز الشباب بتنطلق من خلال أنشطة التثقيف السياسي بخطط مراكز الشباب على مستوى المحافظة في هذا الوعي والتثقيف والتنمية للشباب لإدراكهم بكل ما يحيط بهم من متغيرات وتكهنات تحيط بالدولة المصرية. بإذن الله هو الدور ده المنشود اللي وصله الحاضرين النهاردة بقاعة الاجتماعات لذويهم وأبنائهم وأسرهم وكل المحيطين بهم في الشوارع والأندية وحتى المقاهي وحتى في أثناء السفر. هو ده الدور المنشود للحملة للتوعية بأهمية مشاركة الشباب وتعزيز دور المشاركة السياسية. حملة بشبابها تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية لدى الشباب في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية البرلمانية المحليات. من داخل قاعة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، خادم مشنب لقناة طيبة.